بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنشرح الانجكشن. يعني ايه الانجكشن؟ يعني الحقن. الحقن يا جماعه منه 3 انواع، اللي هو الانترا ماسكولر اللي هو الحقن العضلي، ماشي، والانترا ديرمال اللي هو يعني انترا ديرمال في الجلد مش تحت الجلد، ودي يعني غلطه ناس كتير بيغلطوا فيها، وده قدام عيني انا شفت. انترا ديرمال في انترا يا جماعه يعني في كلمه انترا يعني في صب، دي المفروض كنا ناخدها اساسا في ماده المصطلحات. صاب يعني تحت، ماشي، يعني صاب كوتينيوس، كوتينيوس ده اللي هو الجلد، صاب كوتينيوس يعني تحت الجلد. انترا ديرمال، انترا اتفقنا ان هي فيه، وديرمال يعني الجلد، في الجلد ما تقوليش تحت الجلد. انترا ماسكولار يعني ايه؟ عضل او في العضل. انترا يعني فيه، يبقى انترا ماسكولار اللي هي ايه؟ في العضل. هناخد اول نوع اللي هو انترا ماسكولار. يعني ايه انترا ماسكولار؟ الحقن العضلي بيكون يا جماعة بزاوية 90 درجة، ماشي. احنا طبعا الفور بريبريشنز عارفين انهم ليه، بريبير ماي سيلف، بريبير الاكويبمنت، بريبير الانفيرونمنت، ورابع حاجة بريبير البيشنت. دول 4 خطوات اساسيين لازم نقولهم للايه، للدكتورة اللي هتمتحننا. بريبير ماي سيلف اللي هي هاند ووشنج وير الايه الجلوفز، بريبير الاكويبمنت اند الميديكيشن. يعني ايه الاكويبمنت؟ انتوا عارفينها، اللي هو الجلوفز والكوتون بولز والالكحول والترونكيه والسيفتي بوكس والريد اند بلاك باجز، وال هي دي الحاجات اللي انا هستخدمها. لو انا هعمل هنا ما فيش ترونكيه، لان انا هدي ايه حقن عضل او تحت الجلد او في الجلد، فما فيش ترونكيه. اول تاني حاجه تشيك الميديكيشن، اللي هنعتبر ان دي ازازه الكحول، دي هي الايه ازازه المضاد الحيوي. لازم اشوف الاكسبير ديت بتاعها، لازم اشوف اللي هو البريسكريبتد شورت، اللي لازم اشوف الروت هتتاخد ازاي، الديت، كل الحاجات البيانات والمعلومات بتاعت الايه الميديكيشن اكون عارفاها. وبعد كده هعمل لو هي مضاد حيوي باودر، هعمل لها سوليوشن سولفنج، يعني ادوبها دي السولف حسب ما الدكتور قايل لي، حلها في 3 سنتي، حلها في 4، في 5 سنتي، زي ما هو كاتب، ماشي. تالت حاجه بريبير الانفايرمنت اللي هي جود فنتيليشن وجود لايت اند كيب البرايفسي اوف ذا بيشنت، اللي هو نحفظ الخصوصيه بتاعه المريض. رابع خطوه اللي هي بريبير البيشنت، اجهز البيشنت ازاي، انتروديوس ماي سيلف، اقدم له نفسي، معاك مثلا ميس هنايا هي اللي هتديك الحقن، انا اللي هديك الحقن النهارده، واكون معاك اعمل لك الايه البروسيجر وافهمه بقى، وايدنتيفاي البيشنت، طب اسمك ايه يا حاجه، هيقول لي اسم فلان الفلاني وهكذا. وكمان اكسبلين البروسيجر، اشرح الحاجه اللي انا هعملها، اقول له انا هقيس لك الضغط، هديك حقن عضل مثلا مسكنه، هديك حقنه مضاد حيوي، الحاجه اللي انا هعملها له اشرحها له. بوت البيشنت ان كومفورتبل بوزيشن، ايه الكومفورتبل بوزيشن؟ الوضع المريح بالنسبه له وبالنسبه له هو وبالنسبه للحاجه اللي انا هعملها. بعد كده سيلكت واكسبوز السايت، مثلا هديله حقن عضل، هشوف انا هديها له فين واختار المكان، وبعد كده اكسبوز السايت، يعني اشيل الايه الفرش او اللينن او الكلوزز اللي هو لابسها من المكان اللي انا هدي فيه الميديكيشن. بس بريبير الميديكيشن از اوبن، هحضر بقى الميديكيشن ازاي، اوبن السيرنج، افتح السيرنجة از ان نوتش ان نون تاتش تكنيك، ان انا ما ملمسهاش بايدي، زين اسبيرت الميديكيشن، اطلع الايه اسبيرت الاير، المفروض اطلع الهواء منها، تشينج النيدل، خلاص انا عملت لها تشيكنج بقى ودوبتها لو هي حقنه مضاد حيوي، هعمل تشينج للنيدل. ودي نقطه مهمه كلنا بننساها، ما نغيرش السن، لا لازم تغير السن، ماشي. واكسبير الاير، اطلع الهواء منها، والنمبرز والبيفلز ماست بي اب، وده انا شرحتها في الفيديو اللي فات. ودي نقطه مهمه برضو الدكتوره بتركز عليها. بوت السيرنج اوف ميديكيشن ان كلين بيزن، انا جهزتها وظبطتها وطلعت الهوا منها، والبيفل والنمبرز ماست بي اب لفوق قدام عينيا، وحطيتها في الايه كلين بيزن. خلاص كده اروح بقى ناحية المريض، اعمل له ايه، اعمل له كليننج للبوزيشن ان سيركولار مش لا ان وان دايركشن. لو هي في العضل في الدور سجلاتية المصل او في الباتوكس هعمل ان سيركولار موشن، لو هديها حاجة في دراعه هعملها ان وان دايركشن، كده هعملها لكم دلوقتي عملها. المهم دلوقتي بقى نعرف حسب ما هي هتقول لي واحدة من الثلاثة دول، مش تقول لي الثلاثة، انترا ماسكولار تقول لي مثلا احقني في الدلتويد مصر، هتحقن في الدلتويد مصر لازم اكون عارف مكان الدلتويد مصر،
وطبعا بزاوية ايه؟ 90. طيب لو قالت درس جلوتيا المصل برضه بزاوية 90، الدرس جلوتيا المصل اللي هي الباتوكس، الفاستات لاتراليز اللي هي الساي اللي في الورك، وهنوريها لكم دلوقتي، برضو بزاوية ايه؟ يبقى كل الانترا ماسكولار العضل في بزاوية كام؟ 90. الانترا ديرمال اللي هو اختبار الحساسية، اختبار الحساسية يا جماعة بنعمله مثلا بحقنة الانسولين، الزاوية من 5 لـ15 ايه ديجري، 5 لـ15 درجة، وبستنى من 5 لـ15 منت عشان النتيجة تظهر. وفي مكانين اتنين، الفور ارم والايه، وفي مكان تاني اللي هو لو الفور ارم فيه حرق ولا اي حاجة، ممكن في اللي هو الايه عظمة لوح الكتف من ورا كده اللي هي الاسكابولا، ماشي، عظمة لوح الكتف. وبعد كده بالزاوية عرفنا الزاوية ونستنى قد ايه، ونعمل دايرة حوالي مكان الايه الانجكشن او مكان الاختبار. وبعد كده السبكوتينيوس اللي هو ايه تحت الجلد، تحت الجلد سبكوتينيوس اللي هو تحت الجلد، فلو كذا مكان، 3 في الابر ارم فروم الايه الشولدر طول قلبه من الكتف للايه للكوع، وثلاث اماكن، الميدل بارت يعني اللي من الشولدر للقلبه، هتلاقي مكان ايه اللي هو الكتف الدراع طويل كده، هدي في ايه، هدي في الميدل في الجزء اللي ايه الوسطاني اللي هو ناحية الخارج او تصيد، بزاوية كام؟ 90 درجة، ماشي. إيه الساي في الورك برضو ممكن ادي هقسمه 3 بارتس، ان ميدل ايه ان ميدل بارت، يعني ايه اللي برضو اللي في الساي اللي هو الايه الفاستس لاترالس، ماشي. واهم حاجه بقى اللي هي المشهوره جدا اراوند الامبلايكال حوالين السره بزاويه كام؟ 90 درجه. طيب تعالوا بقى نشوف عملي الثلاث حاجات دول. خدي يا اميره، ايوه ما تلمسيش الثلاث دوائر دول، ماشي. هنيجي يا جماعه نشوف، طبعا عندنا هنشوف مش بقى الورق ده، احنا عايزين اهم حاجه العملي، احنا كل اللي خدناه ده نظر. هناخد اللي هو هنبدا بالانترا ديرمال لانه سهل. الانترا ديرمال اللي هو اختبار الحساسيه بيتعمل فين؟ له بيتعمل في الفور ارم، الفور ارم يا جماعه من الالبو من هنا كده لحد هنا كده، هو المكان ده كده، ماشي. هيتعمل يا اما من هنا يا اما من بطن الايد من هنا كده، نفس المكان ده كده، ماشي. خلاص انا ظبطته، خلاص انا كده ايه هعمل الاختبار هنا. هعمل ايه بقى؟ انا ما بعلمش ده، انا بوريكم المكان بس. اختار مكان ما يكونش فيه كابيلاريز شعيرات دمويه، ما يكون مكان ايه واضح كده، ماشي. والبريباريشنز اللي احنا عملناها، وهنفترض ان دي الحقنه مثلا اللي انا اللي هي بتاعت الانترا ديلما اللي انا سحبها من مضاد حيوي وعايزه اعمل له اختبار. ماسكه الابره، اول حاجه ان انا هعمل كليننج او استراليزيشن للسايت بالالكحول والقطن اهو، خلاص كده اعمل ايه ان وان دايركشن، واعمل ديسكارت للقطن، واجي كمان مره احط عليها كحول، يعني المهم 3 مرات لحد ما انضف الايه السايت كويس. خلاص وانا عندي الميديكيشن جاهز اهو زي ما انا قايله لكم، والايه وماسكه القطن احتياطي، انا مش هعمل حاجه، اروح انا فاتحه الايه السيرنج كده، النمبرز والبيفل ماست بي اب، ماشي، يكونوا لفوق. اعمل ايه بقى؟ اروح انا ماسكه ايد البيشنت كده، شايفين كان انا والجلد واحد، الزاويه من 5 درجات، ده يعني ايه ولا كاني رافعه خالص اهو، عشان تشوفوا كويس. ثواني، لا خليها كده يا اميره، اهو بالظبط كده، مش هرفع ايدي، شايفين ايدي كانها في مستوى الجلد، واروح مدخله ايه حوالي يعني يا دوب سن الابره بحاجه بسيطه كده اهو، طبعا عشان العروسه مش خلاص، هفترض ان انا دخلته، ماشي، بزاويه من 5 لـ15، والسن اصلا ضعيف، ماشي. هروح انا سنده هنا يا جماعه، واروح ايه كده، خلاص انا عملت. اعمل ايه بقى في الخطوه المهمه جدا؟ اروح سحبه بس، ما اعملش اي حاجه، اروح حتى السيرنج لا تضغط، نو بريجر نو مساج، ودي نقطه مهمه الدكتوره بتركز عليها، واروح بالقلم ومعلمه كده مكان الايه، طبعا القلم المهم، دي خطوه عرفوها، تعملوا سيركل كده حوالين الايه بس، واسيب دراع المريض. هيتكون ويل هنا، ويل يعني كلكعه كده مكان الايه الحقنه كده، يبقى انت ماشي صح.
وماسك القطنة احتياطي، لو نزلت نقطة دم ولا حاجة ما تعملهاش مساج، ده انت يا دوبها القطنة تشربها كده بس، وهتركن البيشنت لمدة من 5 ل 15 منت، يعني ربع ساعة مثلا، 10 دقايق، وتقعد جنبه تلاحظ اي تشينج في البيشنت، يبقى كده في حساسية. اعراض الحساسية مش موضوعنا دلوقتي، خلاص كده احنا خلصنا الانتراديرما. هنخش بقى للسبكوتينيوس. السبكو الزاوية من 5 ل 15 ديجري. السبكوتينيوس خدنا لها 3 اماكن، اللي هو الابر ارم، ده كان اسمه الفور ارم يا جماعة، ركزوا. اللي فوق ده بقى اسمه الابر ارم، من الشولدر للايه، من الشولدر للالبو، ده اسمه الابر ارم. الحتة اللي بره دي الاوتر، هي دي اللي انا هعمل فيها الايه، السبكوتينيوس، اللي هو تحت الجلد. هعتبر برضو ان انا مجهزة الانسولين او ايا كان الميديكيشن اللي انا هديه، وعاملة كليننج للسايت، وماسكة القطنة. ما هنا بقى لازم امسك قطنة في ايدي الشمال كده، والبيفل والنمبر ماست بي اب. بزاوية كام؟ بزاوية 90 درجة يا جماعة، بزاوية 90 درجة. واروح داخلة، هنفترض ان احنا خلاص دخلنا في في الشولدر كده، في المكان، في السايت، في اللي هو الابر ارم، واروح مديها الميديكيشن، واروح حاطه القطنه كده، واعمل بريجر خفيف كده لحد ما بس خلاص كده. دي اللي هي اول سايت اسمه الفوق، اللي هو الابر ارم، ماشي. تاني سايت عندنا السبكوتينيوس، ومشهور جدا، اللي هو الامبلايكا. يعني ايه امبلايكا؟ اللي هو اراوند اللي هو السره، حول السره. هنا بقى في ناس كتير بتتلخبط، دي الامبلايكا اهي، هتعرف ازاي؟ شوف صباعينك كده، هتحطهم يمين كده وتدي هنا. ما هتدي هنا فين؟ انا بشوف ناس يقولوا هندي، هتدي هنا في السره، عمال احط صباعيني كده، هدي الناحيه دي. طيب لو حطيت صباعيني كده والسره اهي، الامبلايكا اهي، هدي فين؟ بس هي عشان العرصه القطر بتاعها، فهدي هنا كده. طب لو عايز تدي فوق، حط الصباعين كده وادي هنا، هنا، ماشي. طب لو هنا في اللور برضه، تحط الصباعين كده وتدي وتدي في المنطقه دي، ماشي. يبقى اراوند امبلايكا عرفته ازاي؟ خلاص نفس الحكايه، عملنا كليننج للسايت، وجهزنا الميديكيشن، والبيشنت جاهز، وانا بزاويه 90 درجه. شوفوا ماسكه السرنج هنا ازاي يا جماعه، كده اهي، وماسك طبعا الكوتون معايا اهي. خلاص انا ظبطت المكان، هدي هنا كده اهو، شايفين؟ هدي، هروح بزاويه 90 وداخل، واروح عامل مدي الميديكيشن، خلاص كده، واروح شايل اهو كده. خلاص ده ده المكان التاني. المكان التالت اسمه اللي هو الفاستس لاتراليس. فاستس لاتراليس اللي هو الورك. بصوا يا جماعه، الورك عندنا اهو، الميدل، الخط المنتصف بتاعه، الناحيه الانر دي ما تروحش ناحيتها خالص، ما تعملش، اوعى تعمل حقن هنا في الناحيه وانت رايح على الانر كده، لا، الحقن يبقى للاوتر كده. هي معناها فاستس لاتراليس، لاترال يعني جانبي، بس جانبي بقى؟ الجزء الجانبي اللي هو الخارجي، ماشي. برضو نفس الحكايه ونفس القصه، الميديكيشن انا مجهزاه، ماشي، ومجهزه وعملت كليننج للسايت والكلام ده كله. الخط الميدل اهو كده، الحته اللي في الجنب ده، اروح ماسكاها كده. وبزاويه كام؟ هقسم الساي لثلاثه، ثلاثه بارتس كده، يعني بالنظر، هي طبعا بالاربع صوابع كده وكده وكده. في الميدل بارت هدي الميديكيشن، وبزاويه 90 درجه ماسكه السرنج اهي، ماشي. نفس التانية، اروح مديها كده بسرعه، اديت الميديكيشن، اروح بس كده. دي كده خلصنا السبكوتينيوس. ناقص حاجة واحدة، اللي هو الانتراديرمال. يعني ايه انتراديرمال؟ يعني الحقن العضلي. الحقن العضلي يا جماعة بزاوية 90 درجة في 3 أماكن. المكان الأول والمشهور اسمه دورسو جلوتيا الماسل، هي الباتوكس. دورسو جلوتيا دورسو جلوتيا الماسل. نحفظ ونعرف الأماكن عشان ده مهم، والدكتورة بتزعل لما هتلاقي حد مش عارف المكان. يا لسه هي بادئ بتقول له كده، يبقى دورسو جلوتيا الماسل. المكان التاني اسمه الفاستس لاتراليز، هو نفس اللي انا لسه شرحه لكم. في الساي بنقسمه 3 أرباع، بيكون في اللاترال. المكان التالت اسمه الدلتويد ماسل. فين هي الدلتويد ماسل؟ شفتوا العظمه بتاعت الكتف؟ كل واحد يمسك العظمه بتاعته كده، بتاعت الكتف، المثلث اللي تحتيها ده، هي دي الدلتويد ماسل. تروح ماسك العضله كده ومدي ومدي الحقن، ماشي. نيجي نشوف بقى، هندي في المكان اللي هو اشهر مكان، اللي هو الباتوكس، او اللي هو الدورسو جلوتيا الماسل. خلاص انا مجهزه الميديكيشن ومطلعه الاير منه، ومغيره، عامله اكسشينج للنيدل، وتمام التمام. ماسكه قطنه معايا، وعملت كليننج بالالكحول،
كده ان سيركولار موشن او ان وان دايركشن زي ما انت عايز. لا هنا بقى سيركولار موشن ماشي، واعمل لها ديسكار سيركولار موشن 3 مرات، ماسكه الميديكيشن والسيرنج اهو ماشي، البيفل والنمبر زي ما انتم شايفين ماست بي اب انا شايفاهم. هنا بقى برضو بزاويه 90 درجه همسك، مش همسك زي الوريد كده انا كنت هناك ماسكه كده، لا هنا هتمسك كده شايفين من هنا كده، واروح بزاويه 90 درجه واروح جايه ايه مدي الميديكيشن. طيب هنا بقى في نقطه مهمه انا نسيت اقولها، ان انا هقسم الباتوكس الى ايه 4 كوادرت، 4 تربع، مش عارفه اللي الفيديو القلم باين ولا لا، 4 تربع كده هندي في الاب في الابر اوتر ايه الابر اوتر بورت اللي هو الجزء اللي ايه الخارجي اللي هو الايه اللي بره ده، وندي بزاويه 90 درجه واروح ايه ضغطه كده بسرعه، ما داخل السرنجه كلها لا انا هسيب حته صغيره كده عشان لو الابره اللي حمار البيشن تتحرك الابره ما تتقطمش فيه، وادي الميديكيشن وبعد ما اخلص اروح ساحبه السرنجه وعامله بريجر وكده خلاص الحقن الايه العضلي. ونفس الحكايه في الدلتويد ماسل هي نفس الخطوات، وفي الايه في الفاستس لاتراليز هي نفس الخطوات. خلاص يا جماعه يا رب اكون فدتكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.